هاي ريكوردينج ديس كمبيوتر وهي شير سكرين. هلا هيك راح اشتغل الريكورد صحيح حكم عليه. فزي ما حكينا اليوم راح نشتغل على الاري اوف اوبجكت. طيب هلا بس عشان نفهم شغله، هلا الاريز ان جنرال ايش بنستخدمها عشان نعمل قوائم؟ يعني هلا بقول لي واحد كيف يعني؟ يعني مثلا مثلا احنا اليوم راح ناخذ مثال امبلوي عشان كمان اليوم اشرح لكم كمان شغله حلوه عن هذا. احنا اوريدي عملنا مثال كلاس عن امبلوي، علمكم كيف ناخذ كلاس قديم ونشمله في مشروع جديد. طيب بقول لي واحد اوكي، هلا احنا مثلا عندنا كالتالي، قلت لك انشانا كلاس اسمه امبلوي، اوكي. طيب بدي تقرا لي مثلا 10 موظفين وتعالج لي اياهم، يعني تحسب لي رواتبهم وتقدر شو تسوي فيهم. هلا في الحل الاول واحد بيقول لي بعرف 10 اوبجكت، بيقول لي بصير، بقول له بصير ولكن هذا حل سيء. ليش؟ ال10 اوبجكت مثلا عشان تقراهم بدك تكرر كود القراءه 10 مرات، كود الطباعه 10 مرات. مثلا اذا بدك تطلع مثلا مين اكبر واحد فيهم بدك تكتب 10 اف ستيتمنت بكل وحده 9 شروط، انه الاول يكون اكبر من 9 الثانيين، الثاني يكون اكبر من 9 الثانيين وهكذا. طب اذا عندي 100 اوبجكت بضطر اكتب 100 جمله ادخال، 100 جمله طباعه، 100 عمليه مقارنه، هذا الحكي مش عملي. فبنط واحد بيقول لي ليش ما نعرف اوبجكت واحد ونحطه جوا لوب ويصير يقرا ويعالج عليه؟ بقول له بصير وهذا الحل صحيح. بس اذا السؤال اللي سالتك اياه مثلا قلت لك بدي 10 موظفين، استخدمنا اوبجكت واحد وحطيناه جوا اللوب يلف يقرا ويقرا ويقرا. هلا السؤال، مجرد ما تقرا الامبلوي الاول وتعالجه وتطبع البيانات رح تقرا الامبلوي الثاني، الامبلوي الثاني شو بيسوي في بيانات الاول؟ بيستبدلها يعني بتروح. طب بعد ما قرات كل الموظفين وعالجت كل واحد بلحظته، رجعت طلبت منك مثلا ارجع ورديني الموظف الاول، بتقدرش، او الثاني او الثالث ما بتقدر، بتقدرش توريني الا اخر موظف كان مدخل عندي. فإذا كانت معالجتك لحظية، الحل الأمثل إنه يعني لحظة ما تقرأ تعالج وتطبع خلاص اعمل لوب أوبجكت واحد واعمل لوب يقرأ. طيب إذا بدي قائمة أحتفظ في بياناتها، يعني بعد ما أعبيهم أوجد الماكسيمم أوجد الأفريج أوجد وات إيفر وبعدين أرجع أطبعهم كلياتهم، هنا ما بزبط معي إلا إيش؟ إلا أري أوف أوبجكت، إلا أري أوف أوبجكت. هلا بنحكي عنه. طيب هلا إحنا المثال هون، مثال هون نعمل كلاس اسمه إمبلي. انا اوريدي سويت المره الماضيه كلاس اسمه امبلوي في الدرس، مش الماضي، الدرس الماضي شرحنا الكتب، الدرس اللي قبله شرحنا الموظفين. فبقول واحد بدل ما نبني كلاس امبلوي، ما احنا اوريدي خلص صرنا فاهمين شو معنى بناء الكلاس، بدي انه شو اسوي؟ بدي انه اجيب الكلاس تبع الدرس مش الماضي اللي قبله احطه في مشروعنا اليوم. قالوا ايه تكره عشان نتعلم كيف نجيب كلاسات احنا بانينها من زمان مش مالها في مشروعنا. طبعا عشان اسوي هاي الشغله في عده طرق، تعال اعلمكم اسهل طريقه واسرعهم وابسطهم. فمثلا احنا هاي الجافا، تعال شوف معي، هذا بلش مشروع جديد، هاي جافا، جافا ابلكيشن، بدي اروح على شعبتنا، احنا شعبتنا سكشن 3، هاي سكشن 3، هذا راح يكون اليوم درسنا ليسن 7 معناته. هلا هون راح اجي احكي له هذا هون تشطب هاي ليسن 7، مثلا شو راح اسميه؟ اري of objects، of objects اللي هي array تحمل of مش object of object بهذا الشكل. تمام، هاي الاري اوف اوبجكتس، هيها هاي الباكج تبعتنا. طيب واحد بيقول لي اسمع بديش اقعد اضيف كلاس جديد وابني وكذا، انا اوريدي في عندي كلاس امبلوي. بقول له اكرم عينك، اسرع واسهل طريقه طلع على المكان، روح وين خزنت الفايلات تبعتك؟ مثلا هي هون، هذا خليني اروح هي او او دي، هي سكشن 3. احنا المثال تبع الموظفين اللي هو تبع الستاتيك داتا كان، هاي داجي هون عند ستاتيك داتا على السورس باكجز، دائما الكلاسات تبعتك موجود ضمن السورس باكجز، ضمن الباكج تبعت مشروعك. هاي في عندنا كلاس هون شو اسمه؟ امبلوي، هذا سويناه قبل محاضرتين. طب بدي احطه في مثال اليوم، كيف؟ اسهل طريقه، تيجي على كلاسك تعمل له رايت كليك كوبي، انسخه كوبي. هلا في ناس بقول لي افتح فايل جديد واعمل كوبي وبيست للكود، بقول له هذا غباء، خذ الفايل كامل. ما احنا مبدا الاوبجكت اورينتد انه جزأنا فايلات، فباخذ الفايل كوبي وباجي على النت بينز هون، بقول له ضمن نفس الباكج تبعتي هون، بقول له رايت كليك، سوري هاي هون رايت كليك، شو بقول له؟ بيست. شو صار في عندي هون؟ فايل الامبلوي. بس ملاحظه بسيطه هون، بس افتح على الامبلوي بلاحظ انه الجافا، هاي الامبلوي اللي سويناه، انه الاسم يجب ان يكون احرف ابجديه، الجندر يجب ان يكون ام اند اف، الراتب مثلا يجب ان يكون فوق ال 220، وعرفنا ستاتيك داتا نمبر اوف امبلويز اوبجكت وهكذا. طيب بقول لي واحد اوكي، بقول له هون بس ملاحظه، طبعا هون انا متذكر هاي ستاتيك لا
النيم، يعني كل الموظفين يشتركوا بنفس الاسم، هاي قلنا بس كانت كتستنج، هاي بشطبها نيم مش ستاتيك، نيم انستنس ستاتيك. طيب هلا هون الجافا معترضه بتقول لك هذا كلاس الام بي اللي انت اخذت لي اياه كوبو بيست كان في باكج ايش اسمها؟ لسن 5 ستاتيك داتا اند ميثودز. هذا الحكي غلط، لانه احنا مثالنا اليوم اسم الباكج تبعتنا لسن 7، يعني طلع في المين هون، في المين معرف في ترويج الفايل انه هذا الباكج اللي احنا حاليا بنشتغل فيها، الفولدر الموجود فيها شغلنا ايش اسمه؟ لسن 7 اري اوف اوبجكت. فباخذ هاي كوبي، باخذ هاي كوبي وباجي على كلاس الام بي بقول يا عمي احنا الباكج تبعتنا ما اسمهاش لسن 5، ايش اسمها؟ لسن 7 كذا كذا كذا، هي اري اوف اوبجكت، عملت لها بيست هون. هلا هيك بقدر استخدم كلاس امبلوي بكل بساطه. فهي عشان للتاكيد هي كلين ريبلد، اشوف ما فيش فيه ولا غلط، اه والله ما فيش فيه ولا غلط. طب بقدر استخدم امبلوي؟ نعم. ها تعال ارجع على المين، هاي المين والله يا عمي بدي اجرب اعرف موظف، ها هي بس اكتب هنا امبلوي واكبس كنترول سبيس، شو شاف الجهاز؟ فايل الامبلوي، فصار اكسسبل عندي بقدر اتعامل معه. مثلا امبلوي اسمه اي 1 ويساوي نيو امبلوي، نيو امبلوي مثلا على الديفولت كونستراكت. طب ورديني بياناته، ها هاي سيستم دوت اوت دوت برنت لاين مثلا، اطلع لي الاي 1 اشوف شغال ولا لا، ها هاي اف 6 شغال ولا لا، شغال 100%. هاي عملت امبورت لكلاس الام بي مباشره على مشروعي، مش داعي ارجع ابرمجه من اول جديد، انما بس عمليه كوبي وبيست. وهيك شغلك بالسوق بيكون، انت بعد فتره وانت بتشتغل بالسوق بصير عندك مجموعه كلاسات كبيره، بصير لما يجي ينطلب منك مشروع ما بدك تبني كل شيء فروم سكراتش، انما بس ايش بدك تصير تسوي؟ تحط كلاسات. فبتصير حتى انت لما بالسوق تيجي تنافس بتقدر تنافس، لانه انت ما بدك تبني فروم سكراتش، غالبيه الشغلات اللي عندك موجوده جاهزه، فبتصير تطلب سعر اقل والناس تيجي تهجم عليك، لانه انت عندك فيتشرز اعلى بسعر شماله ارخص من البقيه. تمام؟ هلا هي هون كلاس الام بي صار موجود، الموظف له اسم، له جندر بزوده فيه وبزوده براتب، هو بطلع لي انه الجندر كسترينج، بطلع لي قديش الضريبه، بطلع لي قديش صافي الراتب تبعه. طيب تعال نتعلم. هلا زمان زمان قبل الاوبجكت اورينتد، مثلا لو بتعمل نظام يعالج الموظفين، يعني يقرا للموظف اسمه وجندره وراتبه ويحسب لي الجندر كسترينج والتاكس والنت سالري، كيف كنا نسويها زمان؟ مثلا عشان تفهم معي، زمان كنا عشان نحل هاي المشكله وبتعمل سيستم يعني يخزن الداتا خلال المعالجه، حتى لو خلصت من المعالجه واقدر استرجع هاي الداتا، كنا نعمل اريز. طب واحد بيقول لي طب ثواني، انت لما كنت تعرف الاري، بقول له اه، بقول لي كنا نعرف الاري كالتالي، مثلا لو بتعرف اري تحمل ارقام صحيحه كنت اقول له انت مثلا اي ار ار اعمل براكت زي هيك تساوي نيو انت مثلا بحمل 5 ارقام مجازا، شو بقول له؟ 5. دائما الاري بتحمل كم داتا تايب؟ واحده. دائما الاري خلاياها الخمسه مثلا هذول لازم 5 يكونوا انتجر. طب واحد بيقول طب هو الموظف له اسم وإله جندر وإله راتب، يعني هذا سترينج، هذا كاركتر، هذا دبل، هذول مختلفين، فما بقدر احطهم بأري واحدة. فشو كنا نضطر نسوي عشان احل هاي المشكلة؟ اعرف 3 أري بنسميهم بارلل أري. الأري الأولى مثلا الاسم فنوعها سترينج، الأري الثاني مثلا للجندر نوعها كاركتر، الأري الثالثة نوعها دبل هي لا ايش؟ للرواتب. فأعرف 3 أريز لكل داتا منبر في معلومات الموظف أري، بحيث انه كيف التعامل مع الثلاثه الاري؟ الخليه الاولى من الاري الاولى هي اسم الموظف، الخليه الاولى من الاري الثانيه هي جندر الموظف، الخليه الاولى من الاري الثالثه هي ايش؟ هي مثلا راتب الموظف. فلما بدي اطول موظف بضطر ادخل على كم اري؟ 3، وادخل عليهم بالتسلسل الاندكس 0 0 0 هذول الموظف الاول، بدي اطول الموظف الثاني الاندكس 1 1 1 وهكذا. فكانت مضني الشغله، لانه بالعاده الموظف بيكون له عده بيانات. هلا اجى مبدا الاوبجكت اورينتد بسط هاي، كيف؟ صار يقول لك اعمل انت اري وحده، بس لما تختار نوعها ما تقول انها انتجر او دبل او سترينج، ولا طلع انا شو بدي اسوي؟ بدل ما اعرف اري اوف انتجرز شو بقدر اسوي انا؟ بقدر اجي اقول هون في عندي اري بدل ما هي الداتا تايب تبعتها انتجر ايش نوعها؟ ايش الداتا تايب تبعتها؟ الريفرنسز تبعت الاري مهيئه انها تاشر على ايش؟ مش على انتجر ولا على دبل ولا على سترينج، مؤشره مهيئه انها تاشر على امبلوي. بس يجي يطلع الكمبيوتر على كلاس الامبلوي بيعرف انه له نيم وله جندر وله سالري وفي فانكشناليتي معه. فبقول له مثلا هاي اسمها اي ار ار او مثلا تسميها اي ام بي اي ار ار مثلا، بدي احمل مثلا 5 موظفين، فبقول له هاي براكت هون وتساوي النيو اي ام بي new employee، تمام، من كم موظف؟
خمسة. هاي اسمها one dimensional array of objects. هاي الأري فيها خمس خانات مهيئات إنهم يؤشروا على كم من موظف، على خمس موظفين. يعني هاي الأري تحمل خمسة references، خمس عناوين في الذاكرة مهيئين إنهم يؤشروا على employee. معي هاي الأري الأولى، هاي عبارة عن أري محجوزة في الذاكرة مهيئة إنها تأشر على خمس قيم integer. هاي الأري مهيئة إنها تأشر على خمسة employee. فهون هلا بقدر احمل مثلا 5 امبلي. طيب خلينا عشان مثلا هاي ها هون ها هاي دايزر، خلي دائما انا بحب اخلي اسم الاري اي ار ار. هاي انا عندي يعني هون اي ار ار، خلي الاري اي ار ار من نوع امبلي. فهي عرفت اري تحمل كم من موظف يا شباب؟ 5. نفس مبدا ال1 دايمنشن الاري اللي اخذناه بدايه الفصل. هاي عرفت اري فيها 5 خانات. طيب الاري دائما شو بنسوي عليها اوبريشنز؟ بنعبيها، بنطبعها، بنجمع مثلا معلومات فيها، بنوجد ماكسيمم، بنوجد مينيمم، بنعمل هزه. ما فهمتش في حد يسال؟ طيب هلا بدي اعبي الاري. يعني هلا انشات اري مهيئه انها تاشر على 5 موظفين، بدي اعبيها. كيف احنا بنعبي الاري دائما؟ بنعمل لوب يمشي من اولها لاخرها، يصير يمشي خانه خانه يعبي الاولى، بعدين خانه ثانيه يعبيها، الخانه الثالثه يعبيها. هلا هون دائما حكينا بروفيشنالي، لما نيجي نعبي الاري ما بكتب الكود في المين، شو بعمل؟ بعمل ميثود. هاي هون بدي اجي احكي في عندي بابليك ستاتيك. واحد بيقول لي ليش ستاتيك؟ بقول له لانه احنا في المين. المين هو عباره عن كلاس في الرن الواحد يتم حجز كم اوبجكت منه؟ واحد. بينما يعني هلا هون بس اشغل برنامج راح اشغل المين لمره واحده وممكن انشئ 5 موظفين. فكلاس المين منه اوبجكت واحد بس الامبلوي منه كم من اوبجكت؟ 5. فالامبلوي ليس ستاتيك ولكن المين ستاتيك. عشان هيك دائما ميثود المين ستاتيك لانه يحجز منه انستنس واحده او اوبجكت واحد خلال الرن الواحد، بينما الكلاسات الثانيه ممكن احجز منها عده اوبجكت. فهون بحكي له بابليك ستاتيك مثلا void، شو بدي اسميها مثلا في الاري زي ما كنا نسميها هلا في الاري. عشان هاي الميثود تقدر تشوف الاري يا شباب لازم امرر له اياها. فبقول له راح تستقبل انت اري من نوع امبلوي، راح امرر لك اري من نوع امبلي وهي بيجن وهي انت. هي صار في عندي ميثود اسمها فيل اري وظيفتها تعبي الموظفين. طيب لما بدي اعبي موظف، بدي ادخل بياناته مثلا من خلال الكيبورد. من خلال ايش؟ الكيبورد. اول شيء عشان اقدر اقرا من الكيبورد بدي اعرف هون ستاتيك سكانر احنا المشكله هلا صارت لانه صار عامل امبورت لهاي. هاي خلينا اشيلها ديليت لهاي هون نرجع. هاي سكانر اسمه انبوت ويساوي نيو من السيستم دوت ان. بلاش هاي عرفت قارئ بقول واحد اوكي. طيب خلينا بالله اعرف هذا في رن قديم. هلا هون بالي كيف بدي اقرا الاري؟ الاري بتعمل لوب فور انت الاي تساوي من صفر اللي هي اول خليه في الاري لحد الاي اقل من الاي ار ار دوت ايش؟ دوت لينث الاي بلس بلس. طيب بقول لي هذا اللوب راح يمشي من صفر لاربعه، راح ينفذ من صفر لاربعه اللي هو راح يلف 5 لفات. ليش؟ لانه حجم الاري 5 عندي، فالاخر اندكس بيكون نفس الحجم اللينث تبعها ناقص ايش؟ ناقص واحد اللي هو لحد الاربعه. طيب شو بدي اسوي؟ انا من ناحيه جماليه بحكي له سيستم دوت اوت دوت برنت لاين مثلا انتر امبلوي وهون طلع شو بحكي له عشان يدركوا الناس اي بلس واحد هون والله هون هون بلس كلمه داتا بين دبل كوتيشن. خليني بالله بقدر ازوم هذا هون بهذا الشكل. يعني قبل ما ابلش اعبي بالموظف، طبعا هلا لو عملت رن واحد بيقول لي هي عملت رن ما صارش شيء، بقول له اه طبعا ما صارش شيء لانه انا ما استدعيت الميثود، الميثود عشان تتنفذ لازم ايش اسوي؟ استدعيها. فهي انا حجزت الاري، هون راح اقول له عشان استدعي ميثود الاري بقول له فل الاري، هلا بس اعمل اف 6 طلع شو راح يصير؟ اطبع لي الكمبيوتر لسه قبل ما اعبي بيانات موظف، راح يطبع لي اول شيء انتر ام بي 1 داتا، بعدين يطلب مني ادخل بيانات، وبعدين يطبع لي انتر ام بي 2 داتا وهكذا. عشان اشوفه، فانا حطيت هاي رسائل توضيحيه. طب واحد بيقول لي هلا بدي اعبي الموظف الاول.
بعبر الموظف الاول. طب الموظف له كم من معلومه؟ مش معلومه واحده، له ثلاث معلومات. الموظف له كم معلومه؟ ثلاثه، اللي هو اسمه وجندره و ايش؟ وراتبه. فمثلا بيجي بيقول لهم واحد، طيب يلا بنعبي مثلا الاسم، فبحط له رساله توضيحيه system.out.println مثلا enter employee name، تمام؟ بهذا الشكل يعني دخل اسم الموظف. عشان اقرا اسم الموظف بدي اقول له اي ار ار اوف الاي الحاليه اللي هي عند اول لفه اللي هي اي ار ار اوف الزيرو. الموظف عشان اعبي اسمه في عندي ميثود مجهزها، شو اسمها؟ ست نيم. ست نيم في انبوت دوت نيكست، بهذا الشكل. هاي بقرا اسم، بعدين راح اقول له سيستم دوت اوت دوت برنت لاين انتر امبلوي جندر، جنس تبع المستخدم. عشان اقرا الجندر بقول له اي ار ار في الاي الحاليه في عندي مثل انا مجهزها اسمها ست الجندر، وبتقرا كاركتر كام او اف. فعشان اقرا كاركتر بدي اقول له انبوت دوت نيكست دوت كاركتر ات زيرو، سوري نيكست دوت كاركتر ات زيرو. عشان اقرا احرف مش سترينج بستخدم كاركتر ات زيرو. واخر معلومه راح اقول له هنا سيستم دوت اوت دوت برنت لاين انتر employee ايش؟ سالري، راتب تبعه. والراتب تبع الموظف عشان اقراه بحكي له اي ار ار اوف الاي الحاليه دوت ست السالري. الموظف هاي اري اوف امبلويز، الموظف الواحد له ثلاث معلومات، مش زي الاري العاديه تبعت الانتجرز كل خانه لها معلومه واحده، هون كل خانه لها كم داتا ممبر؟ ثلاثه حسب كلاس الامبلوي. فبحكي له هنا انبوت دوت نكست دبل، نكست ايش؟ دبل، بهذا. طب والواحد حلو جميل، هلا بشغل راح يصير في عندي خطا 90% من الطلاب بيقول لي الجافا عندي ضاربه انا شكلها، بقول له لا الجافا مش ضاربه، انت بس في شغله ما انتبهت لهاش. بقول لي طلع ها هاي بلشنا هاي اف 6 اشتغل برنامجي حجز الاري، نعم حجز الاري. قالوا لي هلا انت بدك تعبي بيانات انو موظف من الخمسه الاول، فهون اجيت قلت له مثلا اسمه باسم، فبست انتر اعطاني ايرور. شو قال لي الايرور؟ نل، نل بوينتر اكسبشن. شو معنى نل يا شباب؟ شو يعني نل؟ فارغ، يعني قاعد بحاول احط باسم جوا ولا شيء. راح اقول له كيف جوا ولا شيء؟ بقول له هو صار عنده الخلل عند لما دخلت له الاسم، يعني لما اجيت هون دخلت له الست نيم صار في خلل انه بحاول يضبط الاسم بس ما لقاش شيء يضبطه. طبعا ما لقاش شيء يضبطه. بقول له واحد كيف؟ بقول له احنا هنا حجزنا قريب. بقول له وقف، هون انت ما حجزت قريب، هنا انت عفوا حجزت اري تحمل مش خمسه اوبجكت، تحمل خمسه ريفرنسز. واحد بيقول كيف يعني؟ يعني عشان اوضح لكم اياها تفهموها. هلا مثلا مثلا انا في البرمجه لو اجيت حكيت عندي امبلوي اسمه اي اي 1 ووقفت، ما استدعيت الكونستراكتر، ما استدعيت الكونستراكتر. هاي شو معناها امبلوي اي 1؟ امبلوي اي 1 معناته انت عرفت عنوان في الذاكره شو اسمه؟ اي 1. هل ربطته بأوبجكت؟ لا، يعني هذا لحد هون زي هيك. هاي ها خلينا اسوي هون ديليت. انت عرفت عنوان في الذاكره، بس عنوان، عنوان مهيئ انه يؤشر على كتله على اوبجكت من نوع امبلوي. انت حطيت عنوان، هل حجزت اوبجكت؟ لا. فبالتالي بالتالي لما تعرف عنوان اسمه اي 1 بقدرش اجي اقول له اي 1 مثلا دوت ست النيم، مثلا بحط اسمه مثلا علي فبدي اكتب له هون علي. لاحظ هلا مباشره قبل ما اعمل رن الجافا ايش اعطتني؟ ايرور، تقول لك اي 1 مايت نوت هاف بين انيشاليزد. الاي 1 هذا الاوبجكت الريفرنس اي 1 هذا لم يتم ربطه مع اوبجكت، فانت راح جاي بتقول لي حط عليه جوا ولا شيء، هون نل صار، يعني بحط عليه جوا نل، فاعترضت الجافا. هلا عشان اقدر اعبي الاي 1 لازم دائما كل عنوان بتحجزه، انا لما حجزت الاري هون حجزت اري تحمل مش خمسه اوبجكت، تحمل خمسه ريفرنسز، خمسة ريفرنسز يعني خمسة زي الاي 1، خمس عناوين في الذاكرة. هلا العنوان هذا عشان تصير تقدر تعبي فيه داتا لازم تربطه في اوبجكت، فلازم دائما لما بدي انشئ اوبجكت احكي له استدعي الكونستراكتر ساوي نيو امبلوي. هلا بس انشئ امبلوي بهذا الشكل، بهذا الشكل هلا صار في عندي كتلة او اوبجكت من نوع امبلوي مربوط مع العنوان اي 1 فبقدر اعبيه الاسم، ما راح تعترض الكمبيوتر. يعني هون زي كأنه في الرام، يعني لما احكي له كلمه نيو امبلوي زي كأنه رجعت ايش
عرفت كتلة هون. نيو امبلوي بعرف اثنين بحط فيه انون جندر ام سالري كم 22 بعدها بقدر اعبي بالنسبه اللي بدي اياه مثلا احط هون علي هون اف مثلا او ام وات ايفر والراتب اللي بدي اياه. فدائما انت لما بدك تتعامل مع اوبجكتس انت بتحجز لهم ريفرنسز. بعد ما تحجز الريفرنس لازم تربطه باوبجكت، لازم تربطه بايش؟ باوبجكت. فاحنا الخلل اللي صار عندنا، الخلل اللي صار عندنا انه احنا عرفنا خمسه ريفرنسز، خمسه زي الاي 1 بس هل ربطناهم باوبجكتس؟ لا. فلما اجيت اعبي فيهم داتا اعترضت الجافا، قالت لي فيش اوبجكتس اعبي فيها داتا، عشان هيك اعطاني في الرن لما جيت عملت رن زي هيك اي اف 6، لما جيت اعبي الموظف الاول مثلا قلت اسمه اي 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 فرست انتر، شو قال لي؟ قال لي نل بوينتر، ما عندي اوبجكت اعبي جواته الاي، انت حطيت لي عنوان اسمه اي ار ار اوف الزيرو من نوع امبلوي بس لسه ما ربطته مع اوبجكت. فدائما في الاريز لما تيجي تعبي الاوبجكت في الون دايمنشنال اري، لما تيجي تعبي اوبجكت خلينا اشرح هاي، دائما لازم قبل ما تعبيه شلون احنا بنبلش نعبيه هاي جوا اللوب، شو بدي اصير اقول له؟ بدي اقول له اي ار ار اوف الاي الحاليه تساوي النيو امبلوي، يعني اعملها كونستراكت، يعني اصير كل ريفرنس هلا ببلش اول لفه اي ار ار اوف الزيرو، هذا عنوان لسه ما ربطته في اوبجكت، عشان اربطه في اوبجكت قلت له عند اي ار ار اوف الزيرو يساوي نيو امبلوي. شو يعني يساوي نيو امبلوي؟ يعني ربطته مع اوبجكت صار له كتله اقدر اسوي تعباي عليها، عبي اسم جندر راتب. فبالتالي لما اعمل رن هاي اف 6 لاحظ هاي اجيت قلت له مثلا باسم اخذ الاسم عباه، جندر تبعه مثلا ام وراتبه مثلا 1000 ليره مثلا، هاي خلصت الموظف الاول انتقل للموظف الثاني قلت له مثلا منى الجندر تبعها مثلا اف راتبها مثلا بدي اخربط احط 50، تذكروا احنا حطينا ايش؟ حطينا سترز بالستر شروط انه الراتب ممنوع كل عن 220، فلما حطيت 50 شو قال لي؟ قال لي وقف الراتب لازم يكون 220 وطالع، فقلت له طيب هاي 500. طلب الموظف الثالث مثلا اجيت عبيته 1 2 3 واللي وقف الاسم يجب ان يكون ايش؟ ال هذا طبعا هون مفشع عنها لانها نكست لاين حتى حاطينها، هاي مشكله النكست لاين، فلا راح احطها فاضي عشان هيك بنتجاهلها، سواء صبركم معدلها. الجندر انتر امبلوي جندر مثلا هاي مثلا خلينا نحطه ام وراتبها راتبه مثلا 600، هلا الموظف الرابع مثلا بلا 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 جندر مثلا بحطه 3 برفضها، هلا الجندر بطلب مني ارجع ادخل جندر جديد مثلا هاي ام راتبه مثلا 600، هاي وصلنا للموظف الخامس مثلا وات ايفر كيو 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 جندره مثلا ام وراتبه مثلا 1900 دينار. عبيت كم من موظف؟ 5. هاي هيك اول فانكشناليتي على الاري اللي هي كيف نعبي الاري، هاي اللي تعلمناها. هناك في الون دايمنشنال اري الاولى كنا نعبي لكل خليه قيمه واحده، هنا هاي الخليه الواحده هي عباره عن اوبجكت. فالاوبجكت له ثلاث قيم، فكل لفه بدي اعبي ثلاث قيم للموظف، هيك بكون عبيت الاري تبعي. معي لحد هون يا شباب؟ فلاحظ بالفيل اري للاوبجكتس اول ملاحظه بتعمل لوب بيمشي من اول اري لاخر في الون دايمنشنال اري. الملاحظه المهمه لازم كل ريفرنس حاجزه في الاري تبعته تربطه مع اوبجكت، هاي ربطته مع اوبجكت من خلال انه عملت له كونستراكت، تبعت له الكونستراكتر. بعدين ادخلت الداتا تبعته اللي هي اسمه جندره وراتبه فاخذهم. فهيك بتكون تعبت الاري. طيب قول لي واحد حلو حلو، دائما احنا بس نعبي الاري بالعاده، يعني حجزنا اري عبيناها بعدها ايش بنسوي؟ بنطبعها. طب واحد بيقول لي يلا بدي اطبع الاري، فبقول له احنا عشان نطبع الاري برضه انا بشتغل منظم، باجي بعمل كمان ميثود بابليك ستاتيك فويد شو بدي اسميها؟ برنت اري اطبع الاري، عشان يقدر يطبع الاري راح اقول له راح تستقبل اري من نوع امبلوي اسمها اي ار ار وهي اري. فهي هون عرفت له مره عرفت له الاري عشان يقدر يعملها اكسس. عشان اطبع الاري بعمل لوب فور انت الاي تساوي من صفر لحد الاي اقل من الاي ار ار دوت لينث الاي بلس بلس. هذا لوب بيمشي من اول خليه لاخر خليه في الاري. شو بكل بساطه راح اقول له سيستم دوت اوت دوت برنت لاين مثلا انا عامل تو سترينج مثل فبقول له اي ار ار اوف الزيرو بس اطبعها وحط اللي بين كل موظف والثاني خط قاطع عشان لما اطبع. فبقول لي واحد طيب ورجيني هلا لو عملت رن مش راح يطبعهم، ليش؟ لانه لازم بعد ما اقرا عرفت الاري استدعي الميثود اللي بتعبيهم بعدين استدعي الميثود اللي بتطبعهم. فبقول له هون عشان اشوف طباعه هاي برنتر. كل واحد طيب تعال نشوف هاي اف 6
مثلا عشان تشوفوا انتم معي، الموظف الاول اسمه اي 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 مثلا، ام راتبه مثلا 1000 ليره، الموظف الثاني اسمه بي 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 جندره اف راتبه 2000 دينار، الموظف الثالث اسمه سي سي سي. لاحظتوا عبء التعباي انه كل ما بدي اجي اعمل تيستنج بضطر اصير اعبي الجندر تبعه مثلا اف هي 3000 ليره، الرابع مثلا ايش بتصنع السي سي هي دي 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 مثلا الجندر تبعه ام 4000 ليره، الخامس مثلا اي 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 مثلا جندره مثلا ام راتبه 5000 دينار. هي دخلت خمس موظفين، بس كبست انتر، بس كبست انتر بلش يطبع لي الموظفين. هلا هي لحد هون، هي الموظف الخامس اخر واحد دخلته، بعدين بلش يطبع من هون، هي الموظف الاول، هي الموظف الثاني، هي الموظف الثالث. هلا نيجي نحكي كواقع، هي عرفت اري عبيتها وطبعتها. هلا نيجي نحكي لو هذا السيستم حقيقي، قلت لك اطبع لي قائمه في الموظفين، ترضى تسلم مني الطباعه زي هيك؟ معقول انت يعني، انت تخيل انت بدك تدفع مصاري لواحد يسوي لك سيستم، طلع لك مثلا موظفين، يعني ورجيني من الموظفين اللي عندي، اطبع لي اياهم، ادخل عليهم داتا، اعدل لهم، احذفهم، اعمل سيرش عليهم، طلع لي النتائج زي هيك، ترضى ولا لا؟ برايكم هل هذا شغل بروفيشنال؟ لا، هذا شغل غباء. اذا بدي اطلع نتائج تقرير، احنا حتى بنسميها اطبع قوائم ماليه، اطبع قوائم احصائيه، اطبع قوائم كذا 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 ارشاديه، اطبع قوائم التسجيل مثلا عندنا في الجامعه. فدائما بنحكي كلمه قائمه، القائمه لما تيجي تطبعها تطبع مش على شكل زي تو سترينج، انه شكل المعلومات الطالب الواحد او الموظف الواحد تحت بعض، انما تطبع على شكل جدول، كل سطر يمثل طالب او موظف او كذا. فنعمل جدول له ترويسه، ترويسه اعمده، ونصير نحكي مثلا هي هون رقم الطالب، هي هون اسمه، هي هون معدله. هون راح نعمل مثلا احنا هلا ترويسه، هي رقم هي اسم الموظف، هي مثلا جندره، هي جندره كسترينج مثلا ميل ولا فيميل، هي راتبه، هي ضريبته، هي صافي راتبه. فبتعمل جدول قائمه. فهذا شغل تو سترينج هاي تعملها لكل الموظفين هذا خطا. مثل تو سترينج تستخدم مثلا لو قاعد بقول لك طلع لي مين الموظف صاحب اعلى راتب، فبدي اطبع بيانات كم من موظف واحد، بطبعهم هيك منهم تحت بعض. بينما القوائم لما بطلع عده نتائج لازم ايش اطبعهم على شكل جدول. طيب كيف بدي اطبع على شكل جدول؟ مين بيعرف؟ طيب بلاش، اخذته في مبادئ البرمجه الطباعه، كم امر طباعه في الجافا في على الشاشه؟ جاوبوني، ما عنده يا شباب ولا لا؟ معك دكتور. شو اغلب اوامر طباعه في الجافا؟ يعني هلا هون طلع معي، لما اجي في الجافا احكي له سيستم دوت اوت، هاي دوت اوت، كم امر اخذته مع الدوت اوت؟ اخذته برنت لاين اللي هو اطبع السترينج زي ما هو وانزل سطر جديد، بعدين اخذته برنت. برنت شو الفرق بين برنت لاين وبرنت؟ برنت لاين تنزل بعد ما اطبع بنزل سطر جديد، برنت بتضل المؤشر وين؟ جنبه السطر. واخذته برنت، برنت ايش؟ اف فورماتد. شو البرنت فورماتد؟ انه انا انسق الطباعه كيف تطبع، قديش عرض الحيز تطبع. طيب عشان تفهم معي ونكسب الوقت، هلا لاحظتوا انه لما اعمل رن، كل ما اعمل رن بضطر اعبي كم موظف؟ خمسه. طب هذا الحكي مضني لي، فبدي على السريع كل ما اعمل رن خلص اعتبر انه الداتا تعبت، هي احنا فحصنا الفل انها شغاله او ولا شغاله. فبدي عشان لما اعمل رن مش كل شوي اقعد اعبي خمس موظفين واشوف النتائج، عشان التستنج بدي اعبي الاري اوتوماتيكلي. فشو بقدر اسوي؟ الفل راح اهمشها، يعني ما بدي اناديها، بديش اشطبها، انا بدي اياها بس عشان بدي اعمل تستنج، بديش كل ما اعمل رن اعمل تستنج. طيب لانها من خمس موظفين فيش داعي اعد جنريت راندوم نمبر مثلا للكاركترز وللسترينجز وكذا، خلص تعبيها داتا من عندي. فطلع شو بدي اقول له؟ اي ار ار اوف الزيرو، يعني اول اندكس في الاري يساوي، اربطها هذا الريفرنس اللي اسمه اي ار ار اوف الزيرو، اربطه مع اوبجكت جديد، فبقول له يساوي نيو امبلوي، بس بستدعي البارامترايزد كونستراكتر. هذا راح اقول له اسمه مثلا باسم العكش. العكش تمام؟ او خلي باسم، خلص باسم هلا بورجيكم شكله. وجندره مثلا، جندر تبعه مثلا ام، والراتب تبعه مثلا هاي 533 فلس بهذا الشكل، هذا الموظف الاول. طيب طلعوا ترى انا بدي خمس موظفين، فبس كتبت الاول.
هاي بيست 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 بيست، هاي كم موظف صار عندي؟ خمسة. طلع معي هذا اللي هو الاندكس 0، اندكس 1 2 3 4، صار عندي خمس موظفين. الثاني مثلا اسمه علي طلال، مثلا كاتب من مقطعين. الثالث اسمه موسى ياسر، هنا اسمه مثلا روان، روان مثلا احمد، تمام. وهذا مثلا منى سعيد، في يعتبر تمام. هذول فيميل، هاي هذه فيميل. مثلا نعمل تباين في الرواتب عشان لما نجي نشتغل يعني يكون في فرق. مثلا هذا 1000 دينار، هذا مثلا هون مثلا نحكي هنا مثلا 750 دينار و 66 قرش، هذا مثلا هون مثلا 1300 دينار مثلا و 22 قرش، وهذا خليه 1500. هذا ايش صار؟ 1500. هلا عشان تشوفوا معي قبل ما اشتغل، ها هاي خلينا نهمشها هيك. انا عبيت الاري بداتا للتستنج، استخدمت برنت اري، ما في في الاري، في الاري همشتها. فلاحظ صار يقول لي هاي القائمه تبعتنا، قائمه اجت مصفطه زي هيك، وهذا الحكي مش بروفيشنال. هاي الموظف الاول، هاي الموظف الثاني، هاي الموظف الثالث، الرابع، الخامس، هاي برفضوها الناس لما تيجي تطلع لي قائمه، برفضوها الناس هيك. طيب الحل، الحل اني اعمل قائمه. اني ايش اعمل؟ قائمة. طب واحد بيقول كيف بعمل قائمة؟ تعال عشان تفهموا معي أفهمكم شغله، خليني أهمش هدول. هذا أعتبر أنه المين مش مكتوب فيه ولا إشي، عشان أرجع أذكركم ببرنت إف. أخذوا برنت إف ولا لا يا شباب؟ كم واحد؟ لا، أول مرة. أول مرة؟ ماشي، أول مرة. تعال نعلمكم برنت إف. برنت إف فورماتد، اللي هي بصير أضبط فيها، اللي هو بدي أطبع سترينج، بصير أضبط عدد الخانات اللي بدي إياها. يعني انتوا اخذتوا بالتنسيق باك سلاش تي للسترينج، التي تاب 8 خانات. طب اذا بدي اكثر من 8 بزبطش. في عندك اذا بدك اكثر من 8 او بدك طول محدد مثلا، مثلا طلع معي مثلا انا بدي اعمل ترويسه. هلا في ناس غبيه كيف تيجي بتشتغل مثلا ترويسات، هذول الغبيين انا بسميهم بعندكم. مثلا بيجي يقول لي سيستم دوت بدي اعمل ترويسه، فمثلا الترويسه الاولى بدي اسميها نيم، بعدين هيك باجي بيجي يدويا سبيسز هالقد، بعدين جندر، بعدين سبيسز، بعدين مثلا جندر از سترينج، بعدين تاكس، بعدين سالري، بعدين كده. هذا اسمه غباء، هذا طنجره انا بسميه، طور الله برسيمه. ولا طب ولا شو الحل؟ ليش طبعا طنجره؟ لانه هاي على السبيسز. طب انا طبعت الاسم الاول باسم، الاسم الثاني علي طلال، طب عشان يجي الجندر هون مسطره تحت بعض، اكم من سبيس احط بعد باسم، اكم من سبيس بعد علي طلال، اكم من سبيس بعد مثلا موسى ياسر. هذا غباء هيك تقعد تشتغل. طب ولا شو الحل الذكي؟ تعال افهمك شغله حلوه. في عندك في البرمجة إشي اسمه برينت إف. برينت إف مثلاً طلع شو بقوله. برينت إف تستخدم معاها الرموز ثلاثة، يا إس لسترينج، يا دي اللي هي ديجيت للأرقام الصحيحة، يا إف للكسور اللي هي فلوتس، تقدر تحدد فيها كم خانة كسرية. فطلع معي، فمثلاً أنا الترويسة كلها تعتبر سترينج، يعني كلمة نيم، كلمة جندر، كلمة جندر أز سترينج، كلمة سالري، كلمة تاكس، كلمة نت سالري. فطلع معي، فأنا طلعوا كيف يعني أنا كم ترويس عندي، كم من اسم عندي، نيم، جندر، جندر as a string، سالري، تاكس، و اللي هي إيش النت سالري. فعندي ست string، ست كلمات. فراح أحط هنا percentage s و percentage s وكمان percentage s، سوري أنا فعلت insert، هاي هنا هاي s، وهي كم صاروا؟ ثلاثة، أربعة، خمسة، هيك قد صاروا؟ بطلت عد أنا صح، واحد هاي ستة، هيك ستة تمام، وسكرتها. هلا وهي هون القوس عشان ما يصيرش غلط. هلا هون أنا شو يعني برسنتج؟ دنزل على سطر جديد عادي يعني، ما فيش إشكالية. شو يعني ستة برسنتج؟ راح أطبع ستة سترينجز، الأول اللي هو نيم، الثاني اللي هو إيش؟ الجندر، الثالث اللي هو الجندر جي، خلينا اكتبها هيك زي هيك عشان ما تطلعش كبيره يعني بالعرض، جي هاي شغال، هاي جي داش از سترينج، از سترينج جندر از سترينج، والثالث اللي هو سالري، سالري بهذا الشكل. احنا مش ثالث، هذا رابع. بعدين بقدر انزل حتى كمان سطر جديد، فاصله، اللي بعد منها تاكس، اللي بعد منها اللي هي ايش؟ نتسلر.
يعني كم سترينج انا بطبع؟ 6. فحطيت كم بيرسنتج اس؟ 6. طيب الواحد طيب، قول ها ها هاي عملنا رن، واللي طلع هاي طبعهم، هاي نيم طيب وهاي جندر، وبعدين هاي الجندر از سترينج من هون لهون، الماوس عندي بضل قفلت، هاي الجندر از سترينج، بعدين سيلر بعدين تكسر. بص الواحد بيقول لي بالله شو هذا اللي سويت لنا اياه؟ بقول له سويت ترويسه. بقول له طب شو استفدنا؟ بقول له وقف تعال افهمك. هلا انت بدك تعمل العمود الاول اللي هو النيم. النيم هل النيم عرضه ثابت لكل الموظفين؟ لا. فمثلا احنا نقدر يعني ماكسيموم احنا ندخل اسم الموظف واسم عيلته، مش اسم ثلاثي او رباعي او خماسي، يعني من اسمين. طلع انا شو بدي اسوي؟ بدي اقول للجهاز ده فهمه بيرسنتج اس يعني بطبع سترينجز. هلا لو اجيت قلت له هون هاي البرسنتج اس الاولى اللي هي ترتبط مع اول سترينج، مين هو اول سترينج بعد الفورماتنج سترينج؟ هذا بنسميه الفورماتنج سترينج، هذا يسمى الفورماتنج سترينج. مين هو السترينج الاول؟ هذا. لو اجيت قلت له هون عندي النيم 20، الواحد ولو طلع لما حطيت 20 يعني 20 كاركتر، يعني اعتبر هذا العمود عرضه 20 كاركتر. فلما اعمل اف 6 لاحظ بلش من هون، هاي خلينا عشان تشوف معي هيك اضللها اسلس في الموسم، هذا الفراغ اللي ضللته كم خانه؟ 20 خانه. فهذا العمود عرضه 20، وبالعاده المحاذاه لليمين. فبقول لواحد احنا لما نطبع انجليزي المحاذاه بتكونش لليمين، وين بتكون؟ لليسار. فبقول له طيب حاضر تكره. فبدي اقول له هون يا عمي تعال ها فكر لي الاوتبوت، بقول له حاذيلي لليسار هي سالب 20. هلا هون لاحظ لما اعمل اف 6 صار النيم وين محاذاه؟ لليسار، ومعطيه كم من حيز؟ 20 خانه. معاي؟ بدل ما عاد اشتغل زي الهبل بعيد عنكم سبيسز بايده وقعد اعد ومره زيح يمين ومره زيح يسار، لما تجيني داتا من برا هرب كل العمود لهون هرب كل العمود لهناك، هذا غباء. فورماتنج بتنسق. طيب ثواني، طب واحد بيقول لي وانا بعرف واحنا بنشتغل في الفورماتنج الاس، بقدر اكتب الاس سمول او الاس كابيتال. الاس سمول معناها اطبعه زي ما اجاك، فراح يطبع نيم هون سمول لتر، جندر سمول لتر، هون جي كابيتال لتر داش از الاي كابيتال اس سمول، سترينج الاس كابيتال باء سمول. فالاس يعني اطبعه زي ما زودك فيه اليوزر. طب لو استبدلت الاس باس كابيتال شو بصير؟ لما اجي عندي النيم شو صارت كلمة النيم مع انه انا كنت كاتبها سمول لترز؟ شو صارت؟ كلها كابيتال. الاس اطبعه كما هو، الاس كابيتال شو يعني؟ كابيتالايزد. طيب تعال عشان تفهم معي اكثر. فمثلا الجندر، الجندر اللي هو السترينج الثاني بدي اياه ينطبع ككابيتال لتر ككلمة جندر، فحطيتها. طب الجندر كم من خانة بدك تحط لحرف الام والان؟ هي خانة واحدة. فبقول له لا، ما احنا الترويسة عرضها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ست يعني أنا بعطيه مثلا ثمان خانات، وبدي إياه محاذاة لليسار، فبقول له سالب ثمانية. طب والواحد شو معنى هاي؟ صار معناها إنه العمود الأول، العمود الأول 20 خانة، العمود الثاني كم خانة؟ ثمانية ومحاذاة لليسار. طب العمود الثالث تقديريا كم خانة بده يكون؟ واحدة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11، يعني 11 خانة بيلزمني لترويسة العمود، وبدي اضيف لها مثلا كمان خانه. فشو بدي احطها؟ 12. يعني باجي بقول له هون بقول له الترويسه الثالثه خليها محاذاه لليسار سالب 12 وتطبع اس سمول، اس سمول يعني كما زودني فيها اليوزر. فلاحظ هلا اف 6 صارت الجندر از سترينج هاي من كم خانه؟ من 12. معي لحد هون يا شباب؟ معي ولا مش معي؟ معك دكتور. واضحة؟ وشفت كيف بشتغل شغل الناس بيفهموا، شغل بروفيشنال مش شغل همبكة، هاي زي واحد ببلط هيك على كيفه وواحد بيشتغل بعدة مرتبة. أحب أقسم بوزع ترويسات. طيب الواحد حلو ممتاز. طيب كمل. بقول له طيب الرواتب، الراتب والتاكس والنت سالري هدول أرقام، فبدي أحسب أنا، أو خلينا مثلا نيجي نحكي مثلا طلعوا تنسيقيا، تنسيقيا بدي أعتبرهم سالب 8 كلهم سالب 8، سالب 8 بزبط سالب 8 للنت سالري، لانه كلمه نت سالري كبيره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هاي نعتبرها سالب 10، سالب 12 يعني محاذاه لليمين. طبعا وهلا بحكي معلومه مهمه، المصاري بالذات او الارقام الكسريه بالذات غلط تحاذيها لليسار، يعني هدول المفروض الثلاثه الاخرانيات ممنوع يكونوا يسار،
لازم يكونوا يمين. هلا بورجيكم ليش. فبقول واحد طيب ورجيني يعني شو اللي صار. انا عملت هاي الترويس، هاي عندك النيم من 20 خانه، الجندر من 8 خانات، الجندر از سترينج مثلا حطيناه 12 خانه، السالري حطيناه 8، التاكس حطيناه 8، النت سالري حطيته من 10 او 12 خانه. قسمتهم زي هيك وزعته. كل واحد طيب، قال له تعال شوف هلا كيف بدي اطبع موظفيني بشكل مرتب، انا زلمه بشتغل بروفيشنال، بدي الناس تيجي عندي وتشتري مني. طيب قال له طلع شو بسوي. هاي شرحت البرسنتج اف مبدئي. هاي عشان نشوفها كواقع على نظامنا، بدي اشيلها من المين، بدي اشيلها من وين؟ من المين. طيب خلينا ارجع افعل المين. هون الكود اللي كان مكتوب، سوري، هاي شلناها رجعته. يعني عرفت على الريعه بيت 5 امبلويز، ما استدعيت الفيل، استدعيت البرنت. هلا في البرنت، هاي البرنت بدي اجي هون قبل ما ابلش اطبع الموظفين. شو بدي اطبع؟ الترويسه. هلا لما اجي اطبع الموظفين ما بدي استخدم اوامر الطباعه برنت لاين تبع تو سترينج، بدي اطبع اللي هي ايش؟ اللي هي باستخدام التنسيق. طيب يعني بعد ما طبعت الترويسه كامله بدي ابلش اطبع معلومات الموظفين اللي هي اسمه، بعدين جندره كحرف، بعدين جندره كسترينج، بعدين راتبه، بعدين ضريبته، بعدين صافي راتبه. طيب بقول واحد طيب تعالوا نشوف مع بعض. مثلا بدي ابلش بالتجزئه، سيستم دوت اوت دوت برنت مش لاين برنت ايش؟ اف. اول معلومه بدي اطبعها للموظف هو اسمه، الاسم هو سترينج. فبقول عندي هون احنا اتفقنا الترويسه الاولى هيها، شايف الترويسه الاولى عرضها كم خانة؟ 20 خانة. فبقول له اسم الموظف لما تيجي تطبعه تحت العمود الأول قيسه على نفس عرض العمود الأول اللي هو سالب 20 S. طيب عشان أجيب اسم الموظف بقول له ARR of I dot get الإيش، بس بديش أجيب كل شيء من الموظف، بس بهذا السطر بدي أجيب بس مين؟ بس النيم. هلا هيك بصير يطبعهم. هلا عشان تفهموا شغلة، برنت F بتطبع بس ما بتنزل سطر جديد. فأنا بالفورماتنج سترينج هون بقول له هنا بالنهايه بعد ما تطبع الترويسه كامله اعمل بيرسنتج ان. شو يعني بيرسنتج ان؟ نيو لاين. واحد بيقول بصير اكتب باك سلاش ان، بقول له بصير، بس لانك انت بالاف العرف انك تكتب بيرسنتج ان. هون طبعت اسم الموظف الاول، بعد ما طبعته بدي انزل سطر جديد. هلا للسرعه بحطها سيستم دوت او دوت برنت لاين عاديه. برنت لاين عاديه بتنزل سطر، هاي برنت لاين فاضي بتنزل سطر جديد. هلا طلع بس اعمل اف 6 شو طبع؟ شفتوا الأسماء لوين عرضهم؟ بغض النظر شو طول الاسم، شو طلعت القائمة عندي؟ مسطرة. والأسماء كلها انطبعت كابيتال لتر لأن حطيت الاس شو مالها؟ كابيتال. لو حطيتها اس سمول راح يجوني زي ما كتبهم اليوزر. وعرضهم دائما العمود الأول قديش عرضه يا شباب؟ 20 كاركتر. هاي طبعت العمود الأول. طب هلا بطبع العمود الثاني اللي هو الجندر، بقول له حلو تعال شوف. اتفقنا احنا الجندر اللي هو الترويس الثانيه، الترويس الثانيه قديش اتفقنا يا شباب عرضها البرسنتج اس الثانيه؟ سالب 8. فبقول له واحد طيب، بقول له هاي بدي اخذها كوبي هاي عشان ما انساهاش، هاي هون بدي اقول له سيستم دوت اوت دوت مش برنت لاين، برنت اف راح اطبع الجندر، الجندر يعتبر سترينج مع انه كاركتر بس بالفورماتنج فيش للكاركتر، في للسترينج. فبقول له هون هاي بيست اللي هي سالب 8 اس تمام، وفاصله اربطها مع السترنج اللي هو من الاوبجكت الحالي ARR في الحاليه دوت جبت الايش؟ جبت الجندر. فبقول له واحد طيب، بقول له هي اف 6 شو صار عندي هون؟ هاي لاحظ هاي الترويسه تبعتي وطبع مين؟ الجندرات، الجندرات قديش اعطاها بالعرض؟ 8 خانات ومحاذاه لليسار. شفتوا كيف هيك شغل هذا مرتب؟ طيب بقول له واحد اوكي حلو حلو جميل. بعد الجندر بطلع الجندر از سترينج، فخلينا ناخذ هون الجندر از سترينج اخذ 12 خانه، 12 خانه احنا وحدينا لليسار. فباخذ هاي كوبي، هاي انزل هون هاي بيست لها، بقول له هون هاي المحاذاه تبعتها العرض العمود قديش اتفقنا؟ 12 اللي هو السترينج الثالث، هذا السترينج الثالث هذا قديش؟ 12 ومحاذاه لليسار. فحطيت سالب 12 اس، بقول له هون مش قلت الجندر، قلت الجندر از ايش؟ از سترينج. حطيت له اياها از سترينج هي عشان تشوفوها بدون زوم تمام. طيب بقول لي واحد ورجيني شو طلعت؟ ميل، وفي ميل بهذا الشكل. طيب هلا هون ركزوا، المعلومه الرابعه بدي اطبعها شو هي؟ راتب. الراتب لما تيجي تطبع الداتا تبعت الموظف، الراتب ليس اسماء، الراتب ارقام وليست صحيحه انما كسريه. طيب الارقام الكسريه كيف بدي اطبعها؟ تعالوا شوفوا معي اعلمك كيف تطبعها بروفيشنالي. الراتب اللي هو السترينج الرابع السالري،
رينج الرابع سيلري هيو قديش حطينا عرضه سالب 8 اس. فانا بدي اجي هون هاي بدي اجي احكي له هون هاي المعلومه الرابعه تطبعها سالب 8 بس هون اس كانت هناك لاني بطبع قاعد كلمه سيلري هون ما راح اطبع سيلري راح اطبع ارقام هون راح اقول له اف اف يعني كسري يتكون من 8 خانات عشان اكون بروفيشنال. والواحد كيف يعني بروفيشنال يعني لاحظ باسم هون قلت راتبه 500 ليره و33 فلس 333 فلس. احنا كسيستم بدناش نظهر الفلسات بدنا نظهر خانتين يعني بس نظهر قروش فلسات ما بدي بدي بس خانتين يظهروا من الرقم الكسري. هون طلع شو بدي اقول له بدي اقول له هون 8.2 شو يعني 8.2 يعني عرضه 8 خانات كم خانه كسريه منه تنتين. هون بقول له اظهر هاي خلينا ننزل هاي لتحت وقال له هون لما تيجي تربطها ما تربطها مع الجندر إنما أربطها مع مين مع السلري. أقول له هون جيت سلري. أقول واحد طيب هي F6 شو طلع هون طلع رابط. هلأ ملاحظة مهمة كن ذكي. هذا الحكي بالعادة أنت مثلا قوائم مالية صح تطلع على الكمبيوتر بالنهاية بيجي المحاسب يقول لك اطبع لي إياها على الورق عشان أجمعها على الكالكوليتر على الآلة الحاسبة بإيدي. هل في محاسب بالدنيا برضى منك هاي القائمة؟ جاوبوني في محاسب برأيكم برضى هاي القائمة؟ لا ما بده كسر 10 ليش؟ لأنه دائما المحاسبين لما يجي يطلعوا على المصاري بالذات بقول لك بدي الآحاد تحت الآحاد العشرات تحت العشرات المئات تحت المئات. هنا مثلا طلع مثلا 500 هاي مئات اللي تحتها الواحد هذا آلاف بصيرش مئات تحت آلاف وتحت كذا كذا لازم تعمل لي اياهم مسطرة. هاي قائمة مالية بدي اجمع انا بدي اشوف حولتني يعني صح شكلها مرتب بس هاي كواقع عملي مرفوضة. المصاري دائما الملاحظة المصاري اللي هي سالري تاكس نت سالري هذا لليمين وليس لليسار. فبقول واحد كيف يعني يعني هون بكل بساطة لما اجي اطبع المصاري بشيل اشارة السالب. واحد بيقول لي ليش منشيل السالب؟ بقول له بشيل السالب عشان لما اعمل اف 6 زي هيك بهذا الشكل لما تطلع المصاري الاحاد تحت الاحاد العشرات تحت العشرات المئات تحت المئات الالاف تحت الالاف هيك المحاسبين برضوا بقول لك هاي باخذها هيك بطلع شايف صح. طيب بقول واحد ثاني بالمره خلينا اكمل التاكس هذول عشان انسخ لكم اياه خلي اخذ هي هذه كوبي. الضريبه نفس الشيء عرضها 8 فبدي احطها نفس الشيء 8.2 ومحاذاه لليمين وهنا بقول له جيت تاكس هاي جيت تاكس بهذا الشكل. وهنا بدي اقول له اخر واحده اللي هي صافي الراتب اللي هي 12 عرضها فبحكي له هاي 12 تنين هاي 12 تنين وهي بقول له جيت نت سالري جيت نت سالري بهذا الشكل. واللي واحد طيب ولا لا طلع سيدنا تفضل هلا لو اجيت كسيستم اعطيتك زي هاي هاي القائمه مقبوله. هلا بنط واحد بيعترض بقول لي يا زلمه بس من ناحيه جماليه الترويسه تبعت الراتب والتاكس والهدول مش متحاديه مع الاعمده. بقول له لانه احنا ما حادناها صح. فبقول له طيب بقول له بكل بساطه عشان تتحادى معهم بقول له هون هاي خلينا نسكر شاشه الهاردوير بقول له هون اللي هم اخر ثلاثه اللي هي عند النت سالري شيل السالب عند التاكس شيل السالب عند السالري شيل السالب خليهم محاذيات لليمين زي عمودهم. ولما اعمل اف 6 هيك لما تتطلع انو احسن اطبع لك اوبجكتس تحت بعض باستخدام تو سترينج ولا اطبع لك قائمه؟ القائمه هاي الناس راح تيجي عندك وتقول لك تعال هذا عم بفهم انا بطلع بقرا هناك شو قاعد بيقول قاعد اطلع بعيني سطر سطر بدي اقارن لهون مثلا بالنظر مين الذكور على السريع بتطلع هون هاي ميل 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 هيهم مين الفيميلز هيهم مين مثلا اللي وين مثلا روان احمد اقعد اعمل سكرول داون واب بين الاوبجكتس ولا هيك بطلع والله هي روان احمد هيك هاي بالنظر اسلس. الانظمه الواقعيه هيك بتكون قوائم مش انه داتا مصفطة تحت بعض هيك بشكل عشوائي هاي عملت قوائم مرتبه من ناحيه جماليه من ناحيه جماليه. طلع شو بحط تعديل بسيط واخر شيء خلص هون بدي اجي احط كمان ترويسه هون بيرسنتج بيرسنتج هون بحط ترويسه مبدئيه هاي مني مش موجوده ضمن الداتا الكلاس بيرسنتج مثلا 4 اس بيرسنتج سالب 4 سالب 4 اس تمام. وهون بدي احط هون في البدايه قبل النيم بدي اقول له هون فاصله مثلا احط هون ان او دوت اللي هي رقم الموظف. وهون بدي اجي احكي له سيستم خلينا اخذ والله هاي اسوي هون كوبي احكي له سيستم دوت اوت اللي سالب 4 وهون بدي اقول له
واحد يقول لي شو هذا اللي سويته؟ هاي اللي سويته. أرقام للموظفين. أعطتهم ترقيم 1 2 3 4 5، مع إنه هاي مش موجودة كذا من بر، بس من ناحية جمالية حطيت عمود جديد اسمه لمبر، عرضه 4 خانات وعملت ترقيم من 1 لكم؟ ل5. كيف؟ إنه ضفت هناك على الفورمات السترينج إنه في عندي سترينج من 4 خانات محاذاة لليسار، شو ترويسته؟ إن أو دوت، وهو قيمته عبارة عن قيمة الاندكس الحالي للأري زائد 1، لأنه الأري بتبلش من 0، فصفر زائد 1 1، بعدين يعني بتصير الآي 1، 1 زائد 1 شو بتصير؟ 2، وهكذا. أي هيك طلع عندي قائمة للموظفين المرتبة، لو أجي أعطيها للناس بيقبلوها مني، بقول لك والله عمي شغلك مرتب ومفهوم وما شاء الله عنك. صعبة؟ لا هلا هاي الشغلات بشرحها على اساس تبلش من هلا تستوعب كيف انت بدك تبني انظمه، كيف طلع شيء واقعي، مش زي زمان اجمع رقمين واطلع لي الماكسيمم، اجمع كذا كذا وسوي لي. هلا هون انا بدي اسير اعملكم فلتره، يعني لو قدام بدك طلع لي قائمه بالذكور، طلع لي قائمه بالرواتب هون كذا كذا، قائمه بحكيش طلع لي الذكور بس او طلع لي الاناث وبس، طلع لي الرواتب وكذا وبس، قائمه بدي قائمه، قائمه لازم تتعلم الفورماتنج. فانا تعمدت اضيع كل هذا الوقت على البرنت اف عشان تتعلم بشيء بروفيشن. تمام؟ طيب لحد هون راح اوقف الشرح، هاي محاضرة الاحد راح اكمل عليهم، انه هي تعلمنا كيف نحجز اري، كيف نعبيها، كيف نطبعها بشكل مرتب على شكل قائم. هلا المحاضرات الجاي بشرح انه مثلا كيف نعمل احصائيات عليها، مثلا نجمع رواتب، نجمع ضريبة، نجمع صافرات، نوجد الماكسيمم، نوجد المينيمم، نوجد الافريج، نعملها سورت تصاعدي، سورت تنازلي، نعمل سيرش فيها زي ما كنا نسوي على الون دايمنشن الاري، بس هنا كنا نسويها مثلا على انتجرز او دبلز، هلا بسويها على موظفين. بسويها على ايش يا شباب؟ على موظفين. تمام؟ فهذه فهي لحد هون راح اوقف، راح اكتفي. الاحد باجي بكمل كمان محاضره وبنتفق يوم الاحد ايمتى الامتحان، زي ما حكينا ممكن نعمل تصويت، ممكن احدد الاثنين او الثلاثاء او الاربعاء او الخميس حسب ما بصوت العالم. بيحكوا انه يوم الثلاثاء عطله بسلاس السنه الهجريه، ما اظنش نكون نعطل ولا لا. هلا اذا عطلونا يوم عطلونا، ما عطلونا بنشوف. بس الامتحان تصويت، راح يكون انه موعد الامتحان تصويت، فاللي بيجمع عليه الكل او الغالبيه العظمى هو اللي بنمشي عليه، لانه كل واحد منكم راح يطلع يقول لي انا عندي امتحان كذا، انا عندي امتحان كذا. انت وظيفتك كطالب هاي من هلا او حتى المحاضره قبل كنت اقول لك هيئ حالك انه في امتحان. البرمجه ما فيها دراسه ليله الامتحان، فيها تذكر. طبيعه الامتحان شو راح اجيب لك اياه؟ بالامتحان راح اجيب لك كالتالي زي اللي شرحته، راح اجيب لك اقول لك اعمل لي كلاس مثلا بدال ام بي، مثلا اقول لك اعمل لي كلاس اسمه سياره كار، في لها نوع، في لها مثلا سعه موتور، في لها عدد كراسي على سبيل المثال. بقول لك اعمل لي تو كونستراكترز، اعمل لي السيترز والجيترز، اعمل لي مثلا فانكشناليتي، مثلا جيب لي سعر السياره، جيب لي مثلا تصنيف السياره، جيب لي كذا كذا. فراح تبنوا لي كلاس. بعد ما تبنوا كلاس بقول لك فيلمين، مثلا اقرا لي 5 سيارات من خلال اري، اطبع لي اياهم مثلا، او اقرا 5 سيارات سوري اطبع لي السياره صاحبه اعلى سعر، اطبع لي مثلا معدل اسعار السيارات الموجوده عندي بالسيستم. هيك راح اجيب يعني الامتحان راح يكون كلاس نبنيه، نعمل له داتا وكونستراكترز وسيترز وجيترز واوبريشنز عليه، بالمين نعمل array of objects. وصلت الفكرة كيف راح أجيب لكم الامتحان؟ وما راح أجيب إشي خارج اللي شرحته، يعني زي ما شرحت على ما طرح أجيب، ما راح أجيب حرفيا أنا يعني أوري شرحكم بلي أروح أجيب لكم الامتحان بلي، لا أجيب لك إشي على ما طرح. وصلت الفكرة؟ هذه طيب خلينا عشان قرب تخلص المحاضرة، هاي stop share، هاي نوقف